مرحبا بكم من جديد، واكيد نتواصل في ام درمان هذا المساء. وصلنا مع بعض الى فقره امير المساء. سعداء جدا ان يكون معنا داخل الاستوديو الاستاذ عمر عشاري، هو مدير الاعلام بشركه دال الغذائيه. مرحبا بكم، مساء الخير عليك. مساء الخير عليكم، واهلا وسهلا ومرحبا بالساده المشاهدين. الاستاذ عمر عشاري مدير اعلام شركه دال، اهلا وسهلا بك في ام درمان هذا المساء. استاذ، يعني نبدا مباشره بمشروع البان المدارس، هذا المشروع الضخم، يعني عايزين في البدايه نتعرف عن المشروع، حدثنا عن المشروع وما هي اهم اهداف هذا المشروع. طيب، مشروع البان المدارس احد المشاريع بتاعت المسؤوليه الاجتماعيه في شركه دال. المشروع انطلق في 2011، وكانت فكرته الاساسيه انه هو شراكه مع وزاره التربيه والتعليم في محليات الخرطوم المختلفه، اللي هي الخرطوم وبحري وام درمان وكرري ومبده وجبل اولياء وشرق النيل. بيستهدف 16,000 تلميذ. والفكره بتاعته انه هو توزيع عبوات مجانيه من اللبن من الشركه في اطار مسؤوليتها الاجتماعيه، خصوصا انه كلنا عارفين الاشكالات بتاعت الوجبه المدرسيه، انه عدد كبير جدا من التلاميذ بيمشوا المدرسه من غير تناول وجبه الافطار. والمشروع لهذا الهدف موجود في المناطق ذاتها، تكون مناطق فقيره او من الناس بيكونوا من ذوي الدخل المحدود. صحيح، ودي الفكره الاساسيه بتاعته، يعني هي مساهمه اجتماعيه لحل واحده من الاشكالات او من مشاكل التعليم في البلاد. نعم، طبعا هو المشروع طبعا شراكه مع بين شركه دال وبين الوكاله الامريكيه. هل مشروع البان المدارس هل هو اول تعاون بينكم وبين الوكاله الامريكيه ام في مشاريع حقيقه؟ هو ما المشروع كله هو شراكه، هي المشروع شركه دال الغذائيه بتقوم به في منطقه وادي حلفه وفي منطقه الخرطوم بكل مدارسها. الشراكه موجوده فقط في منطقه البحر الاحمر، وكانت برغبه من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه انهم يشتغلوا في منطقه البحر الاحمر، وفعلا ذهبنا الى هناك واخترنا مدارس في بورسودان ومدارس في دورديب اللي هي زي 4 ساعات من بورسودان. ده اول تعاون بين دال الغذائيه وبين الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه. والمشروع هناك بتشرف عليه جمعيه تنميه وتطوير الريف، اللي هي جمعيه محليه موجوده في البحر الاحمر. نعم، جميل. طيب استاذ، يعني دائما المشاريع في بدايتها، يعني الكلام لما يكون على الورق بيكون شويه سهل، لما يبدا التنفيذ بيبقى صعب جدا، بتكون هناك في معوقات كثيره جدا 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 وتحديات بتواجه المشروع. يعني اذا كانت هناك تحديات حقيقيه واجهتكم وكانت الاجابه بنعم، ما هي ابرز هذه التحديات واقوى هذه التحديات التي يعني تخطيتموها وانجزتم هذا المشروع؟ والله بالتاكيد بكون في تحديات في اي مشروع في بلد اقتصاده نايمي وفي اشكالات متعدده. مشروع البان المدارس ممكن يكون واجه اول حاجه الثقافه الغذائيه للتلاميذ في المناطق المختلفه ذاتهم، يعني في بعض التلاميذ بيكون ما عندهم رغبه يتناول اللبن الحي دي، لكن بعد ذاك بيتعودوا عليها او يكونوا دارين يكون اللبن مسكر، لكن احنا في الشركه بنفتكر انه لازم تكون الحاجه دي لبن من غير سكر للاسباب الصحيه المعروفه. في اشكالات ثانيه لها علاقه، ممكن افتكر انه المشروع برغم قيمته برغم الانجازات اللي حققها في المناطق المختلفه اللي اشتغل فيها، لكن برضه ممكن يكون خلق تحديات زي انتقال التلاميذ من المدارس اللي ما فيها مشروع البان المدارس للمدارس اللي بتواجد فيها المشروع. واحتمال عشان كده احنا يعني خرجنا بالمشروع للقنوات المختلفه وللاذاعات المختلفه بفكره انه هو يتحول من مشروع بتمتلكه شركه دال ومع بعض الشركاء القليلين زي الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه، انه يكون مشروع قومي، لانه هو موجود في افريقيا في حوالي 26 دوله. احنا زرنا بعض الدول اللي تنفذ فيها المشروع، هناك بتكون الحكومه شريك اصيل. احنا بامكاننا انه احنا في السودان من خلال الشركاء المختلفين، من خلال منتجين الالبان الاخرين، من خلال القطاع الخاص، من خلال المنظمات الدوليه، انه احنا نحول المشروع من المدارس الموجود فيها. احنا هسه بنتكلم عن 26,000 تلميذ في كامل المشروع، لكن فكرتنا انه يتوسع اكثر، يكون في مدارس اكثر، يكون في اقاليم اكثر، ويؤدي دور اكبر من الدور اللي بيؤديه الان يعني. نعم، طيب استاذ عمر، يعني لو تكلمنا عن المدارس اللي انتم حاليا نفذتوا فيها المشروع، يعني الى اي مدى حسيتوا انه هو نجح وممكن يكون وجد قبول من التلاميذ وفي استهلاك يومي لهذه الالبان؟
هو طبعا في شروط اساسيه، يعني انه هو تكون المدرسه في حاله احتياج اصلا للمشروع، وانه تكون في قدره على تخزين الحليب برضه في المدرسه، وانه تكون اداره المدرسه جاده، ودي ممكن تكون الحاجه اللي مسناها سواء كان من ادارات المدارس او من وزاره التربيه والتعليم او من اولياء الامور بتاع الطلاب. كل الناس بيجوا قادرين يفهموا طبيعه المشروع والفائده اللي بيقوم بها. انا زي ما انت تفضلت قبل شويه بتقول انه المشاريع لما تتوجد في الورق مرات ما بتديك حجم تحدياتها، حجم صحيح. قيمتها، لكن انا سافرت مشيت دور ديب ومشيت وادي حلفه وزرت المدارس في الخرطوم، وبتلقى انه فعليا في 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 تغيرات كبيره حصلت. الحاجه دي ما عن طريق المشاهده بس، ولكن انما وحده ابحاث الصحه الانجابيه والطفل عملت زي بحث ميداني واخذت عينه من 1000 تلميذ وطبقت فيهم ما قبل شرب الالبان لفترات طويله. بعد 6 شهور جات عملت البحث الثاني ولقينا فعلا انه في تحسن في اوزان التلاميذ، في اقبال على المدارس، في تقليل من التسرب المدرسي. يعني بعض المدارس كان نسبه التسرب المدرسي بيصل فيها لارقام كبيره 70% وصلت ل 0%. فافتكر انه المشروع قدر يحقق اهداف كبيره وعمل تغيرات ملموسه يعني. طيب جميل استاذ عمر، يعني الان انت ذكرت لي انه المشروع في العديد من المناطق، شنو هي المناطق اللي تم اختيارها يعني وتعمل فيها المشروع، وعلى اي اساس تم اختيار هذه المناطق تحديدا؟ المشروع شركة دال الغذائية لما تدخل في اي منطقة بتدخل عن طريق وزارة التربية والتعليم، باعتبار انه هي الجهة المختصة. المعايير اللي بتنبع اختيار المدارس هي انه المدارس زي ما قلت لك تكون هي في حالة عوز او تكون موجودة في مناطق الناس بيكون من الدخل المنخفض، بحيث انه المشروع يكون عنده قيمة اكبر، وانه لكن في نفس الوقت يكون في بنيات اساسية بسيطة لها علاقة بانه يكون في مخزن لتخزين الحليب، وانه يكون المدرسة ذاتها جادة في الحاجة دي. المناطق اللي نفذنا فيها المشروع زي ما قلت لك المناطق السبعة الموجودة في الخرطوم، في المناطق الطرفية والمدارس الطرفية، في بورسودان المدارس ومعها رياض اطفال، وفي دور دياب 4 ساعات من بورسودان ده مع الوكالة الأمريكية للتنمية، في وادي حلفة في مدارس برضو زي حوالي 10 مدارس، وبيبقى بعد ذاك العدد الكلي للتلاميذ هو حوالي 26,000 تلميذ وتلميذة. لما تشوف العدد ده كده ممكن تقول انه هو عدد مقدر، لكن انا دائما بجري المقارنة بين العدد ده واعداد التلاميذ الموجودين في السودان، تلقى انها هي نسبة بسيطة وهي مساهمة ممكن تكون جادة لكن برضو بسيطة. الهدف من اللقاء ده، الهدف من الكلام حول هذا المشروع، الهدف من النافذة اللي انتم فتحتوها لنا، انه نحن ننفتح نحو يعني مانحين اكثر، شركاء اكثر، حتى انه يكون المشروع اكبر واضخم وتكون مظله اوسع لتلاميذ وتلميذات اكثر بكثير. نعم. من الموجودين. طيب لو تكلمنا عن انه يعني مشروع عايز ينجح لازم تكون فيه يعني فيه شركاء، عشان الشراكات دائما هي بتدي مساحات اكبر وحتى ممكن النجاح يتوسع، هل في استراتيجيه انكم انتم يعني تعملوا شراكات مع بعض منظمات المجتمع المدني؟ تماما اتجاه نعم. الفكره بتاعت الشراكه دي نعم. ومنفتحين اتجاه كل الناس اللي عندهم استعداد انه يساهموا في الحاجه دي وبيتعاملوا معاها بجديه، باعتبار انه الموضوع بتاع الصحه التغذيه المدرسيه وصحه التلاميذ والازمات الموجوده اصلا في مدارس كثير انه ما بتناول التلاكي وجبه الفطور. لا. فبالتالي ده بخلينا كلنا احنا في درجه من الجديه عاليه يعني، وانفتاح عالي جدا اتجاه كل الناس الدارين يشاركوا في هذا المشروع انه يتوسع ويبقى اكبر ان شاء الله. جميل يعني استاذ، هي يعني فكره جميله جدا الان تنمي عقليه الاطفال وقدرات التلاميذ على يعني الاستيعاب الدراسي، وهو مشروع يعني من بدايه فكرته يعني انه هو حيكون مشروع ناجح اكيد لانه يهتم بصحه وغذاء التلاميذ. لكن قبل بدايه هذا المشروع عندما كان المشروع على الورق، ما هو المقصد الرئيسي من الشركه لهذا المشروع؟ هل هو يعني لخدمه المجتمع ام لدعايه واعلان للشركه؟ نتكلم بصراحه. جميل جميل جدا جدا. انا ما عندي اصلا اشكالات في الكلام عن الموضوع ده يعني. يعني المشاريع المسؤوليه الاجتماعيه في بصوره عامه اذا رجعت للتاسيس النظري بتاعها بتلقى انه يعني هي يعني حتى الوجود بتاع الربحيه، وجود السمعه الذهنيه للمؤسسه، كل الحاجات دي ممكن تكون يعني ما في اشكاليه انه الناس هي تتكلم عنها بكل صراحه، لكن انا بفتكر انه مشروع البان المدارس واحد من المشاريع اللي بفتكر انه بتقف وراه اسباب اخلاقيه جدا، خصوصا انه مشروع من 2011 الناس هسه بتسمع به في 2017. يعني ولما سمعت به ما بتسمع به من اجل انه احنا دارين نتكلم عنه. هو بدا في 2011 ولا 2014؟ بدا في 2011 كمشروع بتقوم به دار الغذائيه، وفي 2014 دخلت الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه كشريك في منطقه البحر الاحمر. فانت لما تشوف مشروع بدا في 2011 والحديث
الحديث عنه الآن في وسائل الإعلام بشكل جاد هو في 2017، تقدر تفهم إنه هو القصد الأساسي منه ممكن يكون شنو. لكن بصورة عامة يعني أنا بفتكر إنه يعني تشجيع المؤسسات الخاصة حتى لو كان القصد من مشاريع مختلفة إنه هي تحسن من سمعتها الذهنية أو تكسب ود الجمهور أو تكسب ود المستهلك السوداني، أنا بفتكر إنه ممكن تكون أهداف مشروع إذا أيوة إذا خدمت المجتمع بطريقة يعني تكون ما مهينة، بطريقة تكون يعني في النهاية أنت بترجع الفضل لمجتمعك، أنت كمؤسسة موجود في هذا المجتمع السوداني هو السبب في وجودك، هو السبب في تضخمك كمؤسسة، هو السبب في أرباحك، ويجب أنه تعود جزء كبير من أرباحك في شكل خدمات لهذا المجتمع. صحيح. نعم. طيب أستاذ عمر، حاليا المشروع هو يعني نفذ في ولاية البحر الأحمر. نعم. هل يعني مستقبلا في ولايات يعني حتكون ضمن مشروع ألبان المدارس؟ ده القصد مني، يعني أنا أفتكر أنه حتى اللقاء ده هو نوع من الشراكة. نعم. يعني سواء كانت قناتهم درمان فتحت نافذتها لهذا المشروع تلاجة. عبر يعني شراكه، باعتبار انه احنا بنتكلم اذا دارين نمشي لولايات ثانيه، اذا دارين نمشي لمناطق ثانيه ومدارس ثانيه، بنحتاج للاطلاله دي عشان الناس يسمعوا بهذا المشروع، يتناول زول اذا في الصحفي مهتم بهذا الموضوع يكتب عنه، بعد شويه حيجي الشركاء، ونحن يعني واثقين انه المشروع ده ان شاء الله حيتحول لمشروع قومي ويستفيدوا منه عدد اكبر من تلاميذنا وطلابنا المختلفين في ولايات السودان. صحيح. يعني الان احنا بنلاحظ طبعا في السودان الدعايه هي من المستخدم أكثر على اللسان، والله يا أخي شفنا الشركة الدال والله قدمت للناس ألبان، والله فكرة جميلة جدا، ويعني الآن أنتوا يعني قصدكم المدارس وقصدكم التلاميذ، لأنه هم الأساس. لما أنت تبدأ تنمي في التلاميذ الفكر الجميل بالغذاء الصحيح، العقل السليم في الجسم السليم، أفتكر أنه هو أكبر ربح للمجتمع السوداني وأكبر ربح للشركة بدون شك. يعني أنت إذا دار تعمل أي تغيير في أي مجتمع أو أي دولة أو تمشي في 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 طريقة التنمية لقدام، هو الأساس بتاعك هو التعليم، والأساس بتاعك هم أطفال وشباب البلد المعنى. نعم. طيب طبعا في مجموعه من الاطفال عندهم اشكاليه مع الحليب، يعني ممكن يكونوا هم ما عندهم رغبه في انهم يتناولوا، يعني حتى الامهات في البيوت بيعانوا من هذا الموضوع، خليهم في المدرسه اللي ممكن يكون يعني ما في رقابه للصيغه انه هو لازم يكون حريص، يعني هل شنو ممكن الحاجات الجاذبه في انهم هم والله يكون عندهم قابليه انهم يتناولوا الحليب في اي وقت في المدرسه؟ هو مش كمان ما عندهم رغبه بس. نعم. يعني في بعض الاطفال عندهم يعني حساسيات تجاه من الحليب. نعم. ايوه، فلكن الحاجه دي نحن بنتعامل معاها بحرص شديد جدا، وزي ما قلت لك عن طريق يعني مثلا في منطقه البحر الاحمر دي، يعني نحن بنتكلم عن شراكتنا مع الوكاله الامريكيه في منظمه محليه هي منظمه تنميه وتطوير الريف، وديل يعني مسؤولين عن وايضا مع ادارات المدارس انهم يلاحظوا اذا في اي طفل عنده اشكاليه في تناول الحليب بيتسجل، بيكون خارج الاطار المظله دي بتاعت توزيع الحليب. نعم. ولكن الاساليب الجاذبه في الموضوع انه يعني برضه في كلام يعني عن الحليب وعن دوره في تنميه الجوانب الغذائيه للطفل وكده، وبنحاول انه حتى باشكال ثانيه يعني سواء كانت انشطه مدرسيه، سواء كانت انشطه رياضيه، سواء كانت حتى الشخصيه الكرتونيه. نعم. اللي كاب ممكن تكون محببه للاطفال، لكن افتكر انه الناس كلهم يعني في طفولتهم زي عانوا موضوع السلطه والحليب ده لفتره، بعد ذاك يعني الاستاذ الان احنا بنشوف انه بعض المنتجات الحليب اللي بقى يخلط بالفراوله والكاكاو وهذه النكهات بدات يعني ترغب الاطفال في تناول الحليب بشكل كبير وحتى الكبار ايضا. صح صحيح، لكن احنا عندنا يعني فكره اساسيه انه هو الموضوع ده اصله ما يمشي لموضوع الحليب المسكر. نعم. والناس تتعامل معاه بشكل غذائي بشكل وفعلا المفروض. أيوة. الحليب يعني يتشرب من غير سكر بيكون اكثر صحه. نعم. طيب اذا يعني تخطينا موضوع مشروع ألبان المدارس وقدر له النجاح، شنو الخطوه اللي بعدها او المشروع اللي يعني حابه الدالة الغذائيه انها تنفذه؟ في مشاريع اصلا موجوده الان في الاداره الغذائيه غير مشروع ألبان المدارس بالتاكيد، يعني اذا كانت دي فرصه انه اتكلم عنها ممكن. نعم. يكون في مشروع زي مشروع اكشاك المواصلات او اكشاك الاشخاص ذوي الاعاقه. نعم. ده مشروع مخصص تحديدا للاشخاص ذوي الاعاقه باعتبار انه احنا ننقلهم من حاله الاعتماد لحاله الاعتماد على انفسهم، الاعتماد على الناس، الاعتماد على الذات. نعم. وملكهم مشاريعهم الخاصه بتلقى انه هو مشروع انا بسميه ترويج مسؤول، يعني انه هو بتلقى انه الاكشاك موجوده على العلامات بتاعت الشركه لكن ملحق بها كشك، الكشك ده بيكون مخصص لواحد من الاشخاص ذوي الاعاقه، واصلا الفكره بتاعت الاشخاص ذوي الاعاقه موجوده، يعني مثلا في خط انتاج كامل في شركه الكوكولا كل العاملين عليه من هذه الشريحه. في مشروع ثاني اسمه المخبز الاخضر، يعني ده قام بادوار كبيره في تحويل المخابز من مخابز عامله بالحطب الى مخابز عامله بالغاز من اجل تقليل القطع الجاري للاشجار، من اجل المحافظه على البيئه، من اجل ايوه تحقيق نتائج حتى اقتصاديه افضل يعني.
في مشروع الآن حيتم مع الاتحاد الأوروبي في الجنينة والفاشر، حيكون إنشاء مكتبات مدرسية في المدارس المختلفة، دارين نعزز من ثقافة السلام وثقافة التنمية وثقافة المعرفة، والناس لما يقروا أكثر ويثقفوا أكثر ممكن الحياة دي تساهم حتى ولو إسهام بسيط في فك الأزمات والاحتقانات وتخلي الناس واعين بضرورة السلام بشكل أكثر. أستاذ يعني عمر عشاري، يعني إحنا والله شاكر لك كثير الشكر على هذه الإضافات، وفعلا يعني وجودك اليوم كان إضافة حقيقية للمشاهد السوداني ومشاهد قناة أم درمان وللمجتمع السوداني بشكل كبير. شكرا جزيلا أستاذ عمر عشاري. قبل ما نشكره، عشان إحنا اليوم يعني المنبر مفتوح، قدم ممكن رسالة ممكن لمدراء المدارس اللي بيكونوا متابعين لنا، أو حتى لمجموعة من الشركات أو منظمات حقوق يعني منظمات المجتمع المدني اللي ممكن هي تكون شريكة معكم في هذا الموضوع. والله يا أخي يعني ما عندي حاجة مخصوصة دار أقولها، غير إنه أنا دار أقول يعني بتمنى انه المشروع ده يجد حظه من انه يتحول لمشروع قومي ويتعدى حتى فكره شركه دال كشركه، لانه يبقى هو مشروع ملك للسودانيين وملك لاولادهم وبناتهم، وحتى تختفي فيه علامات الشركات، ليبقى انه مشروع قاصد من اجل التلميذ والتلميذه في السودان يعني. نعم اكيد. شكرا جزيلا الاستاذ عمر عشاري، مدير الاعلام بشركه دال الغذائيه. شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لك. شكرا كثير استاذ عمر عشاري، اضافه حقيقيه والله، ونتمنى لكم التوفيق في المشاريع وعديد المشاريع ان شاء الله لتخدم السودان وتخدم المجتمع السوداني. الله يسلمك. شكرا.